صباح الجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. وبما انه نحن في الصباح واحساس الصباح بقاء رياضي هي شيء مهم في حياتنا، واغلب الناس بتتساءل الرياضه الصحيه هي الصباحيه ولا المسائيه؟ انت بتحدد، لكن الاطباء دائما وكل الرياضيين بيقولوا انه ساعه من المشي ممكن تكون مهمه، واذا كان معاها صاله على الجيم لوحده من التمارين المختلفه ايضا بتكون اكثر اهميه. خلينا نشوف صاله الجيم اليوم شنو اللي حيكون موجود فيها، ونشوف التمارين اللي احنا المفروض نتمرنها في صاله الجيم، نتابعها ونرجع نتواصل في فقراتنا من هذا الصباح. أول حاجة أنا أحب أعرف المشاهدين عن لعبة بناء الأجسام هي شنو والمفهوم العام لها شنو. هي تحفيز العضلة، عضلات الجسد على النمو. هي تحفيز عضلات الجسد على النمو، وذلك بيكون بثلاث عوامل: التمرين والغذاء المناسب والراحة. الراحة بالنسبة للراحة لأنها بتعمل استشفاء للعضلة وكده، بتساعدها بعد ذلك على النمو. طبعا بالنسبة للغذاء عندنا أهم حاجة، لأنه بمثل 70% من شنو؟ من بناء العضلة. 30% بتكون للتمارين والتدريب المعين. فالراحة برضو يعني مهمة جدا، لأنه الزول إذا ما نام أقل مثلا من 8 ساعات بتكون في مشكلة بعد ذلك في نمو العضلة وكده. فلازم الراحة مهمة، بعد ذلك الغذاء، لأنه بمثل 70% من بناء العضلة. بنتكلم عموما على التمارين بالنسبة للجيم هنا عموما، فعندنا كذا عضلات، يعني مثلا رجل، الظهر، الجسد، الكتف، تمام. من أهم العضلات في التمارين هنا عندنا اللي هي الظهر، أو من أكبر العضلات حقيقة هي الظهر والأرجل. فالظهر لأنه بيساعد على تقويم العمود الفقري، بيمنع الجسم من الإصابات والحياة الممكن تعيق الإنسان يعني. فنحن الليلة إن شاء الله هنتكلم عن تمرين بكل أنواع ومستوياته. طيب، زي ما ذكرنا في البداية إنه تمارين الظهر هي من التمارين المهمة، وهي من العضلات الكبيرة في جسم الإنسان. هي العضلة اللي بتحمي السلسلة الفقرية من الإصابات، فلا بد إن هي الناس دائما لما تيجي في بداية التمارين دائما بنحاول نركز عليها هي في البداية، على أساس ما تحصل إصابة للمتدرب. فهي طبعا فيها كذا نوع من التمارين. فأول تمرين فيها اللي هو تمرين القطنية، اللي هو اسمه الديد ليفت. فده هو مسؤول عن الجهة بتاعت اللور باك، عن تقوية اللور باك. فدي الحتة الأكثر إصابات بتحصل فيها دائما هي منطقة اللور باك، فنحن بنركز عليها هي، ولازم تكون بالطريقة الصحيحة. أهم حاجة هنا لازم المبتدئ، سواء كان مبتدئ أو متمرس، لازم يتمرن التمرين ده بصورة صحيحة تجنبا لأي إصابة. بالنسبة للظهر تاني برضو في العضلة، وطبعا عضلات كثيرة جدا، فالعضلة الأمامية والعضلات الوسطى والعضلات الجانبية، فكلها عملنا لها نماذج في الحلقة دي على أساس إنه الناس تشوف وتستفيد وتعرف من التمرين.